وكاين عندنا اليوم واحد المفاجاه من العيار الثقيل، يعني تكتمل الصوره. قلتوا لي خلي هذه المفاجاه تجي اليوم وغادي غادي تبان اليوم. إذا عشاق قناة الحولي السردي بني مسكين، مساء الخير عليكم. اليوم احنا في ضيافة واحد من أفضل الكسبة في منطقة بني مسكين، سي عبد الحق نور ريضة، يعني بعد مرور المهرجان ديال لانوكس سنة 2023. مرحبا بنا عندك ومرحبا بك عندنا ديال العشاق ديال قناة الحولي السردي بني مسكين. أجواء رائعة اليوم. سي عبد الحق، اش بغيت تقول لنا على المهرجان؟ واش سارحتوا شوية؟ كي كانت النتائج؟ المهم ترك الكلمة لك. الحمد لله النتائج كانت إيجابية. السراحة كتحيد خدمة وكدير خدمة أخرى، ما يمكنش تسرح. صافي راه من صباح اليوم بدينا خدامين ثاني للعيد، والحمد لله كلشي فرح. نخليوك تجاوب ولا من بعد نكملوا الكلمة ديالنا ومن بعد تجاوب الناس ديالك. من ناحية الجمهور راك شفتوا نتوما كقنوات وكجمهور وكعشاق، راك شفتوا تبارك الله الجمهور كي كان. كانت واحد واحد فرح بكل صراحة. عطاوك واحد الحافز معنوي كلشي ماشي ليا بكل صراحة. أنا كندير الجمع، عطاو الكسابة كاملين واحد الأكسجين جديد باش يخدم. كان الإقبال على 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 السريب، كان الإقبال على الناس كلها شرات. الحمد لله كاين اللي باع كلشي تبارك الله، منهم السي بن رضا عز الدين باع كلشي. أما رب كما نقولوا دار ديك الطريقة اللي كان كيدير بابا علي، دار الجلابية فوق راسو. السي بن رضا حي باع كلشي تبارك الله صراحة. يعني كان إقبال، كان السوق زوين. وهادشي راجع لان الاسم ديالكم السي عبد الحق بن رضا راه ماشي ساهل. فاش كنهضروا على بابا علي الله يرحمه وكلشي كيبغي يعني اللي بغى يتغاضى على اسم بابا علي. الا قال لك ما كاينش اسم بابا علي راه نقولوا كاين شويه ديال ما الاسم بابا علي كاين وغيبقى الى يا ريت الله الارض وما عليها. من حد كاينين الابناء وكاينين الخلف. دابا عز الدين عنده الولد عنده 5 سنين 6 غادي معاه، الولد عندي انا عنده 8 سنين غادي معاك. يعني الحمد لله الخلف لا خوفا عليه. اللي يذكر السردي وما يذكرش بابا علي ما كيعرفش السرد. ندوزو عندك السي عز الدين. عز الدين انت البارح كنتي تكرفص شويه لانك بقيتي انت هو الاخر وكانت الحراره، ولكن رغم ذلك كما قال لنا السي عبد الحق يعني زف لنا الخبر ديال انك بعتي كل شيء كيفرحنا احنا كمتتبعين. اش بغيت تقول لنا السي عز الدين؟ السلام عليكم، تحيه لخويا محمد وتحيه للمشاهدين وعشاق سلاله السردي في المكان وداخل الوطن وخارج الوطن. كما شفت اخويا محمد النتيجه من الانسان ملي كيدوز كتكون اللجنه راضيه على المنتوج، العشاق ولا كساك كيكون حتى هو راضي على المنتوج، يعني كتخرج مرتاح وممجد باغي تخدم ان شاء الله الاعوام الجايه ان شاء الله. نرجعوا عندك السي عبد الحق، دابا انت ساليتي لانوك، دابا غتبدا الخدمه العام الجاي، ولكن كاينين عندك عشاق اخرين اللي هما كينتظروا العيد. اش بغيت تقول لهم دابا؟ حيت هذا الفيديو دابا غيبداو غير على العيد، اش بغيت تقول لهم؟ الحمد لله العيد موجود، الخير موجود، الاحجام اللي كيتمناها اي واحد كاينه، الجمال كاين اللي باغي سوبر، كاين اللي باغي دوزيام، كاين اللي باغي الحمد لله داكشي اللي باغي كاين. غيكون واحد العدد لاباس عليه ما بين 300 400 راس، تقريبا واحد 250 راس تكون غليظه وما تبقى ان شاء الله البدريه. غتكون عندك البدريه ساعه ان شاء الله ضروري. اها، وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يقتنيو من عندك ذكرنا بالطريقه، لان كاينين شي وحدين بعاد ما كيعرفوش الطريقه كيفاش يقتنيو من عندك. كيف كيديروا جميع الكسابه الكبار خصوصا كيبغي يتقدى دابا كيرشم مثلا هذا راه واخدو عز الدين خويا مثلا رشم من عندك هذا كدير الثمن كتراد انت وياه كدير له واحد البوكل هنا طوينكا ياك كنقيدوها كيعطيك واحد الافونس صافي كيمشي. يعني انت كيقرب العيد عندك كيقرب العيد وبن رضا عبد الحق تصور عنده ديك القناه البسيطه قناه الحولي السردي بن رضا كاين واحد الكليان عزيز عليه 15 يوم 20 يوم بغي يشوف الحولي ديالو. هذا الشيء باش كيبقى حتى الاستثناء في هذا المحل هذا كتبين لهم الحواله ديالو كتبين لهم الحولي كيف غادي كيف. وكاين عندنا اليوم واحد المفاجاه من العيار الثقيل، يعني تكتمل الصوره. قلتوا لي خلي هذه المفاجاه تجي اليوم وغادي تبان اليوم. الناس كيسمعوا الاخوان بن رضا كيعتقدوا بان كاين غير عبد الحق وعز الدين. كاين شي واحد اخر؟ لا كاين اخر تا هو. شنو سميتو؟ تعال عبد الله. زيد السي عبد الله ان شاء الله غينخالط معنا تا هو ان شاء الله. تا هو راه كساب وعشاق وكساب كبير. دوز واحد الفتره طويله من 2003 على ما اظن هو في الطاليان خارج البلاد. خارج البلاد كيجي مره في 3 سنين دابا بغى يستقر هنا وبغى يدير الكسيبه وحنا بالتجربه ديالنا نعاونوه
معنويا وماديا وكل شيء. انا على واحد الطريقه مال هو تبارك الله راك كساب وحلاي في تاهو انا حيت باقي الناس دابا ما كتعرفوش. ولكن دابا غادي يتعرف بشكل كبير. ما كيعرفوش غير الشباب من الناس الاولين كيعرفوا راه كان تاهو كبير مع الوالد يسوق بالوالد يبيع ويشري كان تاهو عادي الناس كتباع دوز اوروبا دوز واحد الفتره صعيبه مع الوالد الترفيق والضرب. دابا بلاتي بلاتي سمحوا لي باش نأطروا النقاش دابا السي عبد الله راه هو الاول اللي فتح عينه مع بابا علي. هو اخبرنا سي عبد الله اخبرنا رينا بجوج دابا حنا بجوج حنا خوت دابا ولاد بابا علي هذا ولد الام وانا ولد ام والمواد ديالنا بجوجات موادنا هو زيد في 80 وانا زيد في 81 يعني كبرنا فواحد كنا نمشيو للمدرسه بجوج نجيو بجوج فرقتنا الغربه مشى هو واحد الوقت جيت انا من وراه مشيت صافي انا استقرت في البلاد هو بقى تما وليداتو تماك وليداتو دابا ندوزو عند راه من جنود الخفاء هو راه كيعاونني على البلاد دابا ندوزو عند سي عبد الله. سي عبد الله الكلمه لك الان. مرحبا بك في قناه الحولي السردي بن مسكين. مرحبا بك في اول ظهور وهذا شرف ليا انني انك تكون اول ظهور معنا. سي عبد الله اش بغيت تقول لنا على هذا الشيء اللي شفتي البارح وهذه الكسيبه وهذه الولاعه اللي عند الاخوان ديالك؟ هذاك الشيء كيفرح بمعنى الكلمه صراحه عندها واحد الاجواء واعره يعني ما عشتهاش مده سنين كتكون في الغربه و يعني وشوف البلاد داكشي اللي شفت البارح صراحه عجبني بزاف لقى داكشي تغير والحسابه داكشي ماشي غير تغير طور 100% صراحه الحمد لله على الكسابه اللي كيقدموه موجودات اللي كيديروه متصادمون اللي كيقول لينا من نهار لانوك نهار كدوز عندنا لانوك هو كيكون حابس من الخدمه داك النهار بحال يعيدو وكاين داك الستريس ما كيخدمش حنا خدامين والله يبكي لي في الطاير هذا معاكم كورونا شداتو سبحان الله العظيم حنا لانوك سبحان الله وقلتوا لي بانه غينخرط هو ان شاء الله الا كتب خرط يدير حتى واحد القاطع ديالو باش تو ان شاء الله باش يولي قاطع ديال عبد الحق وقاطع ديال عز الدين وقاطع ديال عبد الله وتبقى الزاويه ديال الباب علي عامره مستمره غيولي تولاتي ديال بنو الريضه بالاضافه للسي يحيى اللي كنحييو تو من هذا المنبر. اها دابا شكون شادين هذا الخير هذا اعطيونا عليه شي كلمه باش الناس ما يبقاوش يقول لك انتم غير كتهضروا وريونا الخيرات ديال السردي هذا بحال حاصل فحول الرضا عبد الحق تبارك الله خداو من عنده الاخوان عزين وعبد الله هذا العام خداو يخدموا به يدخلوا السلعه اللي عارفينها متيقين فيها ودم معروف ونبدلوا به الدم عبد الحق دابا ولا عنده شويه القدر حنا خاصنا شويه القدر نبدلوا القدر ونبدلوا الحولي وكل شيء قالت لنا خاصكم تدخلوا شويه دم جديد خويا هو اللي رفد لي الهب ديالي وطلقوا لينا خوتي شوفوه بنشوفوا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله الخيرات ديال ابن الريضه تبارك الله تبارك الله تقديناه واحد عند الدحوحي تقديتو من عند الدحوحي شي حاجه سوبر ان شاء الله نخدمو بها العام تخدم بها انت الاخ عزتي نخدمو بها طبيعي الحال نخدمو بها العام ونخدمو بهذا وعندنا حولي ولد الغنم الله يجعل البركه هذا مشروع ديال 2025 والله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله وتكون زريعه زينه تبارك الله امين وتحيه خاصه لهذا المحل منابر اعلاميه كلشي لانه ولا عنده واحد الدور كبير في تقريب المشاهدين سلاله السردي ولا عنده دور كبير وبالفضل ديالكم فضل القنوات عامه القنوات الخاصه الالكترونيه السمعيه البصريه ولا عنده واحد الدور كبير في تعريب السلاله وعطات واحد قفزه نوعيه معنويه كثيره ماديا ونفسيا وكلشي تساهم في التطور اتفق معك هذه القنوات زاد واحد الرونق لهذه السلاله ولكن التجمع ديال بني مسكين الشمالي كيبقى استثناء هذا كيبقى التجمعات كانت خمار للعشاق كيبقى استثناء راه كيدوز تشامبيونز ليغ كيدوز كاس افريقيا وكلشي كيتسناو كاس العالم العشاق كيشجع العشاق كيشجع قلت لي انا العشاق راه بحال كره القدم دابا انا كان
كرة القدم إلا ما كانش الجمهور ما تكونش كرة القدم، ولا ما كانش كرة القدم ولا ما كانش كرة، واخا تكون الفراجة ما كاينش الجمهور، راه مشيتو ولا ما كانش الجمهور والعشاق اللي كيجيو ويشجعوك كيزعموك العام الآخر اللي تخدم 100%. مشيتو لتجمعات أخرين وما لقيتوش ذاك الإقبال وذاك الجمهور؟ ما ذكرتيني بأن مشينا للتجمعات، بكل صراحة مشيت أنا وعزين الأكثرية ديال التجمعات، واحد الإقبال واحد الاستقبال ديال الأبطال. ما مشينا تبارك الله معروفين صراحة، رحان جمعة حيم التادلة، تجمع ديال القيم صالح حد موسى، الحمد لله. من عبد عطيف بسيط كيتواجد في قليب اسفي ثلاث بوقدره، تقديت مع عبد حولي كانني تقديت مع عنده شي حاجه بنو الريده، تقدم لعند فلان حولي الشرف، الشرف باب علي جا وعندنا وتقدموا معنا، ماشي سهله يعني، وليتوا واحد العلامه كبيره ملي كتلقى واحد الوزن عنده سبحان الله، يعني ملي كتكونوا داخلين لشي بلاصه الناس كيشوفوا بان الكسابه كبار، جايين قطيع بسيط وصغير شويه، ولكن الفالور ديالو والقيمه ديالو ساويه في السوق. اخويا عبد الحق، انا راه شفت واحد الحاجه تاعت الاعجاب ديالي هو انك بديتي كتوسع في البنيه التحتيه. مستمرون معاك ضروري ضروري، داكشي كيمشي شويه بشويه. شوف شي حاجه تدخل لها مزيان ولا ما تدخلش، كنتي قاد بسم الله ما كنتيش قاد اخويا. تماما اخوتي، باش ما نطولوش عليكم، يعني الفيديو كان جميل مع الاخوان. الفيديو الاول اها، انا غنوريك الفحوله باش غيخدم بنو رضا عبد الحق. تماما اها، وريهم مرات يعني في 2023 غتصوروا خويا محمد. مرحبا، كل دار ما حال عاده. شكرا ومرحبا بك. والدوار حنا لعبنا الكره مع بعض ديما، وكما العاده وديما كنقول للجميع الاخوان، حنا انا لي الشرف انني لعبت مع الكسابه ديال كره القدم. الله يحفظك اخويا عز الدين، وغنشوفوا الفيديو الاخر ان شاء الله.